أمسك والله ما أذكر حنقسيه هنا الآف الله ما ليه هنا الشيكة اللي قلت جابه تدوام مع الموت بحكس عطي لاس عانوت حبط الشيكة إن عرورتي لو قفر إي عرورتي أو بنام بحيس أو رحمة يرأيه قامنس وحكى لما جرم كوح يرى رحمة يرأيه قامنس عيال لدك على ما يتدواس مع الموت سوماليا وسومنا لو بشيك من إلان كبقينا أنت أصبرك السعودي واتي جرادو أي مادين مركي أي مادين لأن إذا الأركين وعي إلى الأركين ماشي حال دمرس أركين وقاعدين لأن يردوا أي كوكس بين أي لأن أنا سنة كان وحاربنا أنا مضح بنانا وأنتي قال كين يقول كين أن أوتشرنا جرادو نوحي قاتل لأن يردي مجاهدين تاه أنكو دي قاتل واير أن أو بيكرنا أن أنتم مرحلة قاتل مرحلة أي قاتي وهذه حتى جرادد لا يجرن لها إيه من عوج الجيران حتى لين مجهين تمر لفتين هذا كاس مركي مريسو جرادد وجودي حل سارين صدق إن سد حبنوضة أو كسب بارندق أرنت الإيضة أرنتي مركي لقى سب بارندق قانك سب حي مارنتي قانك الرب إن لا شاعيو أو الرب إن لا أخريو قانك أسقعة ومارنتي وين كسب قادم أي بلا من ذكرك بلا من ومارنتي جرادك أولي هاي ديجان كين الدفاع ده أو عار كين الدفاع ده أو جورجين الدفاع ده أو أهل كين الدفاع ده أو جرد دقالك أو ولاك الدفاع ما أنت جرادك ده هاي والصبح حاسة والصبح والصحافات كلها صار لها أي دقالك ويقول بالله بين مركا وحاوي وحاسو إدلنا أنك والله كيف جريسيه أما بين هسكتها العيان أما بين هالشيغان أما هدن بابان وحاوي حقو متقر سوما يما أهان حقو متقر سوما يما أهان ومت قرن ومت كيتا أسوغو أركتا أسوغو فيديو أسوغو متقانا كيب غريسن انت بواهينا وحاقنا لنا مركة حقوضة دتك السوماريات مدود سيكرتان كوة تعبانياشا هي او أذيغا يقوميسيغا يقوميسي كالكالكا دنتو كلية أيتها ما أنت حقيه وحكو عمره حقيه وحلي قصية حقيه قم بتقانا قال إيو تيان إيو بلباس حقيه وقصية مركة تاسوحان ليه شعب كسو ما يدها وقادان تعبان ياش وأذيقا يامو مركز تا تاريخ الصمدوا ويكو قرنتها أول لقيها لان ننو أذيقا قميسي ويلقس ولا يقين وانا الشيقا وحلا هبل وحوها ولدي بروتلياني أهاي هذا روحه كوا إنجليز كأقول في أرجله كوا أنت اللي أنا أقول شقي جرين والد هذا كوا يوك على نتك أنا وانا قانا أنا ما أنت كوا أساس أنا ما أنت أنا وانا قانا هو لوك من لوك قبل عيال مركع الحمد لله رب العالمين تاس واتاس وحان ربع الشعب كالصوماليات أول تشتغل نيكي مهل ثلاثة هواسكتي أنت أسوى حقيقة وايد حمد الدولة يوسف الشيء أو أن اسكو حزب الله نكي ما هاد صلي واسقي مال عيدن قدره وتقي عيدن كبركو وتقي لهذا لما جاي حبادي أدو قادين طور لما استاف كيسا كل انتي أصونا فرع دلو كغب حصل تاسوا ميشاس وحال يابا شعب كسوا ماريضا وحال يابا لقى الحمدة مقدشة تالا إني شيقا إيا ما من الحمدة حاس الشيق دلك أكوها يا ربعين إني شيقا هروا أوقيدين لعب بابك إيا بابك وأدوكتين لكن ما أنت إله هذا كل شيء سجاشن مال موت إذا أنت أبر كمغنا سجاشن مال موت سجاشن مال موت إذا أنت أبر كمغنا إن مشارك إن مشاركي سو لقد لقوا شن بقول الدولار أسكري جي شن تسنة أبر كمغنا أسكري جي متقانا هالك سنة أبر كتركي أو كمغنا iyo kii shan sano ugu maqnaa tababarka Eritrea ugu maqnaa ee wax walba la soo baray ee awood u leh inuu tan Muqdisho ka lugeeyo u lugeeyo mataqaana boosaaso kor u lugeeyo asagoo wata alaabtiisii iyo handbaggii suubkiisii wata ee juhdiga laga soo marana in la yiraahdo waxay qaadeen $200 kuwa cusub oo shaqaysteyaasha ah oo aniga beesheyda ah كم بارا يقال أنت اللي جاي متقالنا حرضي حميدة كنت اللي كم بارا أنت اللي جاي زينكو
زينغا زينغا لا انت اللي سجاشن مالموت لصوت توبر وسدح بلوت يشل مالموت سدح بلوت يشل مالموت اسكري لو صوت توبر بل توبر كاس اقونته ولي هذا الشغل بل اسكري لي توبر هالوقت هذا سجاشن يشل مالموت وسدح بلوت يشل مالموت توبر كلا صوبر محوية واح كلام ما هاني سيد واح لورد دعو يا سيد واح لود دلو ام بالا صوبر هالوقت كاس امرك وحوق هذا عشان بقرب دولار askarigi askariga ayaa shanta sano tababarka ku jiray ee injineerada ahaa ee qarkood beerada ahaayeen qarkood mataqaana maariinka ahaayeen qarkood kumandooska ahaayeen in la boqol dollar riyaad bishii wala siina kuwan ay 500 dollar ay qaataan oo ay anay heebkeedii yihiin iyo ana isku heeb aanahay iyo mataqaana muxuu ahaay iyo ana isku wardiya ee baasho noqoto Soomaali Maxamedey marqaati ka ahaa waxaan leeyahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee Turkiga laga keenay ee gorgor iyo darab isugu jira iyo kuwa Eritrea laga keenay war waxaad u fadhidan meesha waa gardarro waad arkaysan waxa maanta la idinka fadhilay oo mataqaana la idin dhaafsiiyay kuwii mooryaanta ahaa ee badbaado qaran ee tuugada ahaa ee 90 maalmood xiradii mataqaana ku tiilay Kampala la geeyay 90 maalmood ee la soo baray sida qoriga loo qabsado iyo sida loo gaardiyey la soo baray ee aan taatiig ciidan iyo mataqaana tala ciidan midnaba aan la soo barin midnaba aan la soo barin ee ujeedada 500 loo siinay ay tahay in shacabka Soomaali lagu dhameeyo oo lagu dhameeyo waxaan leenahay ciidanka Eritrea laga keenay iyo kuwii gorgor iyo mataqaana danab iyo haramcad waxaan leenahay tashada waad arkaysaare maamul xumada ciidanku in la wada simo ay isku mushaar qaataan oo darajo lagu isku xukumaan oo ciidamadu sinnaadaan laakiin in ciidan group 90 maalmood kaliya tabar la siiyo 500 dollar ay qaadanayaan kuwii hore u soo dhintay ee 5 sano tabar ku baqnaan ilaa 200 dollar ay qaadan iyo ciidamkii ka sii horeeyay Turkigu tabaray in liraado mushaarkoodu waa intaas waa 200 dollar kuwaan anaa tababartay ana iyo shaqeeyay 500 dollar ay qaadanayaan waa dulmi weyn waa kala dil ciidamada waa uqdad la kala gashay ciidamada waxaan leenahay tashada war wixii soo horow gorgor iyo haramcad iyo danab wixii ka soo haray ciidankii Turkiga iyo wixii ka soo haray ciidankii Eritrea oo maleeymaye ku Eritrea xitaa qaar kala goosteen war wixii soo haro daliil raacda ilmo adeeryaal waa u jeedaan meeshan dulmi kama jirto wanaag kama jiro xaq kama jirto xuquuq kama jirto ciidan xuquuq leh oo siman oo la siman askariga askariga la siman ma jiraan niman tababar qabin oo 90 maalmood kow laba la soo baray oo bijac la soo baray yaa waxaa leeyahay 500 dollar bisha qaadana shacabku barqaati ka ahaada arintaas iyada ciidankan waxaa leeyahay war daliil raacda tashada xasan sheekh waa ogeyn shalay inuu si wanaag ka shaqeyn waa ogeyn waana cadeystay xumaatada oo u qaba ciidankii qiimaha badnaa ee u tababaray waa ognaa waxa uu qaban waa ogeyn xumaanta uu qabay ciidamadii darab iyo gorgor iyo haramcad kumandoosta ayaa shabaabka markay soo galeen hoteelada ka badbaadin jiray shacabka ka soo saari jiray waa ogfintii sida loo kala diray iyo sida loogu laayay mataqaana degmooyinka dalka la geeyay waa ogtiin sida loogu laayay saraakiishooda la laayay ciidankooda la laayay hadda waxaan rabaa inaan idin sheego maanta waa ramadaan wallahi alcadim inaan beedin sheegin 290 askari waxaa laga soo qaaday beled xaawo laga soo qaaday oo ciidankii ahaa gorgor ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ruunigooda la geeyey caradii carre abgaal la geeyey deegaankiisa way ku difaacdo halkaasaa la geeyey shirqoola loo dhigay ciidankii juf aa laga dhigay 290kii laga soo qaaday gada laga soo qaaday wallaahi oo billaahi oo tallaahi 20 askari kano 20 askari kano xagga la geeyey waa lagu xasuuqay baabuurta shabaqaat iyo hubkii iyo qori shabaqaat ciidankii ee laga dhigay 20 askari maanta kano 290kii laga soo qaaday Garbaheer ee gobol gada laga soo qaaday balad xaw laga soo qaaday dolo ka warramo Soomaaliya waa ujeedo loogu talagalay in ciidankii dhisnaa ee shaqeynaya kulil ilaa laay kulil ilaa laay farxan qarar laga bilaabo dilka laga bilaabo ilaa haddana ku socota marka waxaan leenahay arintaas iyada ah shacabku ha ogaadaan gacan ku dhiglayaasha dowladda ku jira la waa la yaqaan kuwa gacan ku dhiglayaasha ah ee dadka shirqoolka ku dila ee ashabaabka u shaqeeya
أفر إلى تسعة سكمرت هذا عيدن كي ما هتكر زاي عيدن كي ما هتلا يأكل يقان ويسكون فيه وهذا الشباب ما أنت الدولة نينكي كهري ماذا وحاء وقارسة الشباب بالعقادة والله هنا بيدي شيء هذا ما هتك ثلاث إيوه حال الشيق إيوه هذا وحكي شيء شيء وحاليا نينكا صار مركز لابدنا على لين عدوا دروك وقارسة يعني الشباب كل وجوسه دروك وقارسة تاس وحاء الدليل أه وحياة بدل أول دعينا أنا قل أقول دعي هذا رأي كل عين نكل لها يمحوها عبد الله مول يقول عبد الله مول يفتيش سابك ورهتين إني دلان كوان إني دلان ورهت محاك يعني حواي واوض الشقيان يعني. على العدالة إيو ما هالثلاث إيو رابلة إيو إلا يكون مثل بديد وحاصر دل ولا قربتان سابك الشقيستان ووح عدوى سببتو أي تاي مركز أفكارتو إيه أهدافتو أرتمد كواس وحا يوضر أديدي أظن الشباب على عين أو محمد أدبن أو شباب حكى الشيقين يا ابو حركه يا شباب كل هالسادي ورب حاجه غربتي حاجه غربتي ورب ما تكرا سايب حاجه غربتها ورب على دور حاجه غربتها ما انا واحد يدب ما قالت الا بابا شقاله دي واكوان بابا كوان بابا شقاله دي لما بابا مركه ان ان اوغاتيد ان كواس يا اسباب حرير كدخاي ولوغو دلا هداد اوغاتيد ان حرير كدخاي كواس يا اسبابكم ولوغو دلا تاس وقال وانا اقصد هنا اكران تانين انا ايقو دلين العدالة ما هاد ثلاث روبل ما هاد كرزاي انا لور لاسفين مرقاتين نواتل اين اسفرتي ولنكي عبد الله مؤمن ها وهمين وخمت كشيغ حانتا انا قوان اقين بقول جيرا الشيغين اللي والواب بين بقول جيرا وحان ايه اللي متقانا كما فوق عيقا نكي شاكت من لافتو anigu dad aqoon leh wax u dirsi kara oo wax qiyaasi kara habeenkii idaacadda uu ka sheegay al-Cadaala oo yiri gabadhaas waa la afduubtay yaa waxaan ay caawso raad qosol laga ma sheegin ha waa kicin dad weyn waa shacabka raba in lagu kiciyo ikraan arintaas iyada waa qorshe la abaabulay kuwa hadda idaacadda ka sheegay ayaa la sheegay ayaa ka dambeeyay maxay dhacday أنت وحي مدلل وضلل 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 فهد ياسين وكم قلنا ذلك دبديس للإمام ديار هاي أنت إما عن قربه أنت كهلا إما شيء سوى تجيبوش لو أفتوبت مرقات وقتي إسماعيل عمر قيل مرقات وقتي وأنا أقعد إسماعيل برجس يقربة هجر دامد الصومالي كهاي أعطيني كجيبوتي لو قد لي جاري بلن لو وعايا oo le kiis ka saal dusha laga saaray kaay ka garbax ee yiri ana soo socday garbax ay waxa jibuut isbaad lagu dhismay waxay arintaas in laga hadlo qofkii ka hadlana la dilo arintaas ida marka waa wax cad Soomaaliye waa adeer muuqata ku yana dalka maanta waxay ka yihiin taliyihiina isugu dag lagu leeyahay qaranka wasiirkii wasiir ku xeenkii wasaaradda arfinta lagu leeyahay ka waraba dilayaashii gacan ku dhigliyaashii dadka afduu ban jiray dadka dil jiray ayaa waxay ku leeyihiin maanta waxaan nahay taliyaha la isku dayay waxaan nahay wasiirka fudud ka waraba markaasaa dadka qaarkood u sacbirayaan shacab u timaayo waa cajaabida aan arno way shacabka Soomaaliyeed mana qaad damiirta iyo dadnimada mana qaan meel ka aad war banaanbaxa oo ka banaanbaxa dulmiga ku socda ka banaanbaxa dhaca iyo boobka lagu hayo hantida iyo dhulka Soomaaliyeed iyo hantida ma guursada ayaan